هذه الجوانب ربما أنها الاجتماعية والاقتصادية، ولكن ما هو الحكم الشرعي الذي يمكن أن يكون في مثل هذه الحالات؟ ما هو الحكم الشرعي في بيع الراتب التقاعدي أو راتب الضمان الاجتماعي، وخصوصا بأنه الآن بدأت هذه الحالات ربما أنها تتسع وبحاجة إلى بيان الموقف الشرعي؟ ولما نحكي بيان الموقف الشرعي لا ينفصل كذلك عن رأي الشريعة في الواقع الاجتماعي الذي يتأثر بطبيعة الحال بالواقع الاقتصادي. فهناك مسألة متعلقة بالحكم الشرعي المباشر، وهناك أيضا حديث الشريعة عن الأمن الاجتماعي، لأنه لاحقا هذا يمكن أن ينتج مشكلات وفي الأمن الاجتماعي بين البائع والمشتري. يقول له أنا بعتك راتب الضمان، لا بعتني ما بعتنيش، هذا مش موثق قانونا، لأنه غير موثق أصلا قانونا، وليس هناك تشريع يمكن أن يضمن الحقوق في هذا الموضوع. هذا ما سنتابعه مع الدكتور أحمد شحروري أستاذ الشريعة الإسلامية. دكتور أحمد مساء الخير. حياكم الله، مساكم الله بالأنوار. حيا الله. حياكم الله. ما هو حكم الشرع في بيع الراتب التقاعدي أو راتب الضمان؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة أخي حاتم أبدأ من حيث انتهيت. رأي الدولة والجهة الحكومية بهذه القضية، أنا الحقيقة اطلعت قبل اتصالكم فوجدت أن هذه القضية مجرمة قانونا، مجرمة في النظام الحكومي، وأنه لا يجوز لأحد أن يمنح حقه في راتب الضمان الاجتماعي على الإطلاق. ما الذي يجعلنا نبدأ بهذه المسلمة الشكلية؟ أنه في الحقيقة الدولة هي التي ترتب أمور المجتمع، أمور المواطنين، وكما تفضلت فليس هناك من ضمانة تجعل الذي اشترى الحق قمينا أو يعني بديلا عن صاحب هذا الضمان، فلا يضمن له حقه شيء. هذا من جهة الأمر القانوني، وهذا يسلمنا إلى الأمر الشرعي. ومن حسن الحظ أيضا أن إخوتنا في دائرة الإفتاء الأردنية، مجلس الإفتاء، قد أصدر في هذه القضية تحديدا حكم بيع الراتب التقاعدي فتوى في تاريخ 12/10/2021، يعني منذ 4 أشهر تقريبا. رقم هذه الفتوى لمن يحب أن يطلع 3650 رقم هذه الفتوى، وهي موجودة على صفحة دائرة الإفتاء. وملخص هذه الفتوى أخي أن الراتب التقاعدي لا يكون ملكا لصاحبه إلا حين يقبضه، فهو في الحقيقة يكتسب صفة المساعدة التي تقدمها الدولة. وعندما يبيع صاحب هذا الراتب راتبه لغيره فإنما يبيع ما لا يملك أصلا، وهذا من جهة هو بيع لما لا يملك، ومن جهة هو بيع غرر أي خداع، لأن الإنسان لا يدري إلى متى سيستمر هذا الراتب، فربما يستمر سنة أو سنتين ثم يتوفى المشترك الأصلي فينقطع الراتب، أو يصبح مجزوءا لزوجته وحدها فيقل هذا الراتب، ولذلك يكون المشتري قد دفع فرضا 30,000 دينار ولم يتقاضى إلا 3,000 أو 2,000 أو ما شاكل، فنقع في محظور الربا، لأن هذا مال مقابل مال وليس مال مقابل سلعة، والمال مقابل مال يجب أن يكون يدا بيد، هاء بهاء، بالتساوي تماما، فلا تجوز المفاضلة على الإطلاق بين البدلين الماديين. لأجل هذا كله فإن بيع الراتب التقاعدي شرعا حرام، لما يفضي إليه من غرر يعني خداع، ومن عملية ربوية صرفة وواضحة. النازلة أو المسألة عن الواقع الاجتماعي، ربما أنه هذا المعالجة المباشرة، ماذا يعني تقول للمواطن في ظل هذه الظروف الاقتصادية
الصعبة التي تنعكس على واقع وأيضا الاجتماعي، وتضطر أحيانا إلى مثل هذه المعالجات، ماذا تقول له؟ والله ابتداء كل عمل غير شرعي يحتاج إلى توبة ابتداء. ثانيا لابد من أن نسعى في رزقنا إلى المباح. ولعلي يمكن أنا وإياك في هذا السؤال، أنت تسأل وأنا أجيب في محيط هذا السؤال، لعلنا نثير شيئا من يعني تحفظ الأخ المشاهد، فيقول بدل أن تسألني يا أستاذ حاتم ماذا أقول للمواطن، لماذا لا تسألني ماذا أقول للدولة. الحقيقة أن يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا ولي من لا ولي له، وأنا يعني رئيس الدولة يعني المسؤول عن سياسة الأمة، فلا بد يعني الأمر خطاب يعني ذو حدين ذو وجهتين، الخطاب للدولة أن تحاول قدر الإمكان أن تسع هذا الفقير تحت مظلتها وتحت ضمانها، والخطاب للمواطن إنه أن نتقي الله عز وجل في تحصيل أرزاقنا، فإن كما كانت النساء تقول لرجالها حين يخرجون إلى العمل كل صباح يا هذا اتق الله ولا تطعمنا ما يحرم فإننا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار، والغاية لا تبرر الوسيلة، فإذا كانت غايتنا رزقا حلالا فلا بد أن تكون وسيلتنا إليه وسيلة مباحة طاهرة عفيفة، ومن ترك هذه محصلة الأمر سيدي، يبشرنا الحبيب عليه الصلاة والسلام بقوله من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. الدكتور أحمد شحروري أستاذ الشريعة الإسلامية، شكرا جزيلا لك، حياكم الله.